هو نور زهير موظف مثلا؟ ما حد يعرف اذا موظف في اي دائره وشنو اللي هو سواه او شنو صلاحياته حتى تنطي هاي الاموال. اني خل اقول لك، اني اللي نوعا ما يعني سامعه انه هاي تكييف الماده 331، لان حقيقه القضاء العراقي لقى انه هاي الاموال اللي صرفت واطلقت هي اطلقت بقضايا قانونيه، عمليه اطلاقها واخراجها قانوني. شلون قانوني؟ احنا نعرف التامينات الضريبيه، هاي التامينات الضريبيه هي مو مال الدوله، مال الناس، مال شركات، مال مواطنين، هذا البايع، هذا ما اعرف ايش، ومستحقه عند الانجاز. يعني اليوم انا عندي تامينات حد الدوله مستحقه بعد ما انجز فت عمل معين عندي، هاي التامينات ترجع لي باعتبار انه هاي عن الانجاز او لقضايا اخرى. هاي المبالغ خلال 5 سنوات من الانجاز تكون صلاحيه المواطن نفسه او الشركه نفسها تقدم طلب باسترداد هاي الاموال. بعد 5 سنوات صلاحيات وزير او صلاحيات حكومه باطلاق هاي الاموال، وراها هاي ال10 سنوات تكون هي ايراد حكومي، تتحول من تامينات الى ايراد. الجماعه عابرين موضوع ال5 سنوات الاولى في السنوات الثانيه، ال5 سنوات الثانيه هاي ممكن لهم لازم بموافقه الحكومه اطلاق هاي المبالغ. عمليا اني مثلا عندي 1 مليار تامينات، والمليار رايحه ما حد يعطيني اياها. تجيني استاذ محمد تقول لي ابويا انا ارجع لك المليار بس ب 100 مليون، اعطيك 100 مليون وبيع لي اياه. تبوب قانونيا، اسوي لك وكاله، ما اعرف ايش، تروح تسحب هاي التامينات، تسحب الفلوس. لذلك هي اكو ضرر بالمال العام وعمليا هم مبوبيها قانونيا، فبالتالي ما راح يوحد يوقع بيها. لذلك هي راح تبوبت 331 كماده، هي خلقت ضرر بالمال العام، لكن هي تباوع لها هي القضايا والاوراق هي كلها قانونيه. زين بس طبعا هي القضاء العراقي عارف ويعلم كل زين وما عليه اي نقطه واحد ممكن. خلينا نكون كلش حياديين. لذلك هم القضاة من يقرون هم ويقرون الحاله بما انزلت، وما لها علاقه بالكلام الاعلامي والضجه الاعلاميه والحكي اللي احنا جايين نسويه.